السلام عليكم ورحمة الله. للناس المبتدئين في سوق دوت كوم يسألوا عن البضاعة، هل لازم تكون البضاعة خاصة بك أنت، يعني عندك منتج خاص؟ مش شرط يكون عندك مصنع ولا حقوق بتاعت ملكية عشان تقدر تبيع البضاعة، لكن إذا في أي مول قريب منك ممكن تشتري منه بضائع، أو ممكن تشتريها عن طريق الإنترنت من موقع إي بي، من موقع أمازون، أو من موقع علي بابا، أو أي من المواقع الأخرى، وتعرضها في سوقكم وتقدر تبيعها وتستفيد منها وتجمع أرباح. يعني كمان برضو بالنسبة للبائعين، مش شرط إنك تكون مواطن وعندك جنسية، يعني إذا كنت من أي دولة عربية أو غير عربية وساكن في الدول الأربعة اللي هي مصر والسعودية والإمارات والكويت، تقدر تبيع على سوق دوت كوم وتحصل على الأرباح إن شاء الله، وبتستفيد في المزايا دي. إن شاء الله تكون الفكرة وضحت، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله.